بقى فريق الدحيل القطري ده؟ عايزين يعني يمكن نعرف حضراتكم هنا يعني بيه. فريق الدحيل القطري تأسس من 12 سنة بس، تحديدا في 2009، ولكن بسرعة جدا بقى واحد من أقوى وأهم الفرق القطرية والأسيوية أيضا. النهاردة بيشارك أو السنة دي في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، عشان هو طبعا صاحب الأرض، هو بينظم البطولة، هو بطل الدوري في قطر كمان. الدحيل النهاردة عنده يمكن في سنين قليلة قوي من 2009 زي ما قلنا لغاية النهاردة 7 ألقاب دوري، عنده لقبين كاس قطر، عنده لقبين كاس الشيخ جاسم، 3 ألقاب لبطولة كاس الأمير، وعنده لقب وحيد في بطولة كاس ولي العهد. بيضم الدحيل النهاردة مجموعة من اللعيبة الكويسة جدا، وفي مقدمتهم طبعا المهاجم القطري المعز علي، ده اللي فاز او نال لقب هداف النسخة الأخيرة من بطولة كاس الأمم الآسيوية السنة اللي قبل اللي فاتت في 2019، ودي البطولة اللي كانت بتستضيفها الإمارات. كمان النهاردة الفريق ده بيضم المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، نجم يوفنتوس الإيطالي والبايرن ميونخ الألماني السابق، وأيضا بيضم ثنائي منتخب قطر باسم الراوي وكريم بوضيف، دول أحدث انتدابات الفريق الـ يعني الـ الدحيل. طبعا عندنا مايكل أولونجا والبرازيلي الدولي دودو، دول طبعا بينضموا للفريق من صفوف بالميراس على سبيل الإعارة، والمدير الفني للدحيل طبعا الجزائري صبري الموشي، صبري الموشي اللي بيتولى النهارده القيادة الفنية للفريق ده في شهر أكتوبر اللي فات.